ثم أيضا أخبرنا أنه كلف بنا ملائكة، ملائكة يكتبون ما نقول وما نفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: كل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مكتوب. فأنت إن قلت كلمة كتبوها الملائكة، معك ملائكة، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، إن كنت في البر أو في البحر أو على الأرض أو في أي مكان أو في السماء، هؤلاء الملائكة معك، ما يفارقونك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحترم هؤلاء الملائكة، لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا صدقا. ولذا الذي دائما يتكلم بالصدق وبالأقوال الطيبة يكون من الفائزين، يكون من الفائزين بإذن الله عز وجل.